السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام عبر موجات تلفزيون البحرين وأثير إذاعة مملكة البحرين، من هنا من مسجد قصر الإسخير، حيث يصل في هذه اللحظات موكب سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى مسجد قصر الإسخير، حيث يشارك سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله جموع المصلين أداء صلاة عيد الأضحى المبارك من هنا من مسجد قصر الإسخير العامر، ويؤدي الصلاة بمعية سموه أصحاب السمو الأنجال الكرام وعدد من أصحاب السمو وكبار أفراد العائلة المالكة الكريمة وأصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين في المملكة. الله أكبر، 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 الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر عدد ما وقف الحجيج على ثرى عرفات وعدد ما ارتفعت هنالك أكفهم بالدعوات. الحمد لله أعز بطاعته من أطاعه وأذل بمعصيته من عصاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أوصيكم ونفسي بحمده وشكره سبحانه، فإنه بالحمد والشكر تدوم النعم. عباد الله، يومكم هذا من أعظم أيام الدنيا، إنه يوم الحج الأكبر. في مثل يوم أمس، يوم عرفة، كمل الدين وتمت النعمة. فعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلاً من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله تعالى عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. هذا الدين الذي ارتضاه الله تعالى للعالمين، فقال: ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين الذي لا يقبل الله غيره، فقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. عباد الله، إن من محاسن هذا الدين أنه دين العدل والإحسان. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذا الدين دين العلم ودين المعرفة، فأول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ما أجمله من دين، فهو دين النماء، دين العمار، دين البناء. قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. هذا الدين دين الرفق واللين والسماحة وحسن التعايش، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم حينما سئل: يا رسول الله، أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. دين عظيم يوصي بإجلال الكبار والرحمة بالصغار واحترام أهل العلم والفضل، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا. يا الله، ما أعظمه من دين يوصي باجتماع الكلمة ووحدة الصف ولزوم أمر الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم مبينا مكانة ولي الأمر وفضل طاعته: من أجل سلطان الله أجله الله يوم القيامة، من أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله ولي الصالحين،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن يومكم هذا يوم جليل، وأن عيدكم هذا عيد فضيل ينبغي أن تتصالح فيه القلوب قبل أن تتصافح فيه الأكف، وأن تتعانق فيه الأرواح قبل أن تتعانق فيه الأبدان. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم ومتعه بالصحة والسلامة والعافية. اللهم وفقه وولي عهده الأمين، وانصر بهما دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين، ومن ظلم الظالمين المحتلين، واجعله شامخاً عزيزاً إلى يوم الدين. اللهم وكن لإخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين، واحفظ مقدسات المسلمين من كيد الكائدين ومكر الماكرين وعدوان المعتدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين. اللهم وانصر جيشنا ورجال أمننا وحرسنا المرابطين في سبيلك على الثغور. اللهم كن لهم معيناً ونصيراً ومؤيداً وظهيراً. اللهم وسلم الحجاج والمعتمرين، وأعنهم على أداء مناسكهم، واغفر ذنبهم، وآتهم سؤلهم، واجعل حجهم مبروراً وسعيهم مشكوراً. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال، وكل عام وأنتم بخير. إذن مشاهدينا ومستمعينا الكرام، تابعنا معكم على الهواء مباشرة عبر موجات تلفزيون البحرين وأثير إذاعة مملكة البحرين، من هنا من مسجد قصر الإسخير. تابعنا معكم صلاة وخطبتي عيد الأضحى المبارك، حيث أدى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد قصر الإسخير، كما أدى الصلاة بمعية سموه أصحاب السمو الأنجال الكرام وعدد من أصحاب السمو من كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين في المملكة وعميد السلك الدبلوماسي وعدد من أصحاب السعادة سفراء
وكبار ضباط قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني والعوائل وجموع المصلين في هذا اليوم البهيج. نتابع معكم الآن مشاهدينا ومستمعينا الكرام هذه اللقطات الحية، حيث يتلقى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، يتلقى التهاني والتبريكات من أصحاب السمو وكبار المسؤولين في المملكة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث يتبادل سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رعاه الله التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين. شاكرا لهم هذه التهاني الطيبة ومتمنيا سموه لمملكة البحرين وشعبها العزيز دوام الخير واليمن والبركات. نتابع معكم مشاهدينا الكرام هذه اللقطات الجميلة والمعبرة عما يجمع مملكة البحرين وشعبها العزيز من علاقات ود وتكاتف وإخاء. تعكس روح العائلة الواحدة التي نعيشها في مملكة البحرين، أساسها ومرتكزها العلاقة الطيبة والمحبة والتراحم والتواصل بين القيادة والشعب. ولله الحمد والمنة، فإن هذا العيد المبارك يطل على مملكة البحرين وهي تعيش أيامها الجميلة واستحقاقاتها المتميزة وإنجازاتها الممتدة في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم أيده الله ورعاه، وبدعم ومساندة مستمرة من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتمضي مملكة البحرين وكما هو العهد بها في ظل قيادتها الحكيمة على طريق التطور والازدهار والرخاء والنماء، مستندة في ذلك إلى حكمة قيادتها والتفاف شعبها
حول القيادة الحكيمة لسيدي جلالة الملك المعظم رعاه الله. وقد شهدنا خلال الأيام والأسابيع الماضية جملة من الإنجازات التي تحققت لمملكة البحرين على المستويات والأصعدة كافة، حيث استضافت مملكة البحرين قبل أيام قليلة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية هنا في أرض مملكة البحرين، حيث عقدت الدورة 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. هذه القمة المباركة التي وصفها الكثير من المسؤولين والمراقبين بأنها قمة تاريخية تم فيها اعتماد جملة من المبادرات الحيوية التي تفضل بها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في كلمة جلالته السامية في افتتاح أعمال هذه القمة، والتي تشكل منهاج عمل ونبراسا للتطور والازدهار وتعزيز العمل العربي المشترك. ولعل ما تبع أعمال هذه القمة المباركة على أرض مملكة البحرين من أحداث ومناسبات وتحركات دبلوماسية إقليمية ودولية تعد دليلا كبيرا على جدية مملكة البحرين بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه رئيس الدورة الحالية للقمة العربية في تحقيق الخير والازدهار للأمة العربية وشعوبها الشقيقة. مستمرون معكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام عبر موجات تلفزيون البحرين وأثير إذاعة مملكة البحرين، حيث ننقل على حضراتكم على الهواء مباشرة من مسجد قصر الصخير صلاة وخطبتي عيد الأضحى المبارك، حيث أدى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله صلاة عيد الأضحى المبارك. وكما تتابعون في هذه اللحظات يتلقى سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة من كبار ضباط قوة دفاع البحرين
ووزارة الداخلية والحرس الوطني وجموع المصلين الذين شاركوا في أداء صلاة عيد الأضحى المبارك. وكما تابعنا معكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، فقد استمع الحضور إلى خطبة صلاة عيد الأضحى المبارك، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية، حيث استهلها بالحمد والشكر لله سبحانه وتعالى، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتحدث فضيلة الشيخ عن المعاني السامية لعيد الأضحى المبارك، مؤكداً أن العيد مناسبة عظيمة للاحتفاء بقيم الأخوة والتواصل والتآلف وصلة الرحم التي جاء بها ديننا الإسلامي الحنيف. وابتهل فضيلته إلى الباري جلت قدرته أن يحفظ حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وأن يسدد على طريق الخير خطاهما وأن يوفقهما لما يحبه ويرضاه، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة بوافر الصحة والعافية، وعلى أبناء مملكة البحرين بالخير واليمن والمسرات، وأن يحفظ وطننا الغالي، وأن يديم عليه أمنه وأمانه تحت قيادة جلالة الملك المعظم، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال. إذن نقلنا على حضراتكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام عبر موجات تلفزيون البحرين وأثير إذاعة مملكة البحرين من هنا من مسجد